أخبار اليوم. لاتويا غني كسرت الأرض. هلا جاي دورك يا حمزة ونجم. تحدي أمامكم كتير كبير. أنتوا كتبتوا أحسن من بعض. بدي مين يثبت للجمهور ويخلي الجمهور يصوتكم. البلد اللي بحبها هي الأكثر وشعبها الأقرب لإلي بكثير باي فار. أولا كل عام وأنتم بخير وبشكر على بشكر الترحيب وأنا سعيد جدا. أنا بحبك كثير وبتابعك كثير فعن جد بشكرك على دعوتك الكريمة. بالعكس بالعكس. إن شاء الله نقضي سهرة عيد حلوة مع بعض إن شاء الله. ما بهزرش. قعدت 30 سنة تعمل فيديو كليبات مع أحلى مودلز في الدنيا وأحلى بنات وجاي تقلبها جد علينا في الآخر ليه؟ لا 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 هقول إن لما بقول ما بهزرش فعلا ما بهزرش ودايما كان عندي مواقف بحياتي إن لما باخد قرار أنا ما بهزرش بالأغاني ما بهزرش بالشغل بالتسجيل بالأماكن اللي بغني فيها حتى بالإنترفيو ما بهزرش بمعنى اني انا لما عايز اعمل حاجه لازم يكون كامل يعني والكمال لله بس انه لازم تكون واصله كما يجب ان تصل للجمهور فمش غلط مش هزار انه الواحد يقدر يقول ويتواصل مع الجمهور بالشكل كما يجب انه يتواصل. هبتدي من اخر حاجه شفناها الراغب علامه ما كانتش اغنيه ما كانتش شريط مع انه عنده شريط جديد بس كان وقفته على مسرح ستار اكاديمي كان في الافتتاح واحد من البرامج الكثيفه المشاهده والناس بتتفرج عليها وبتحبها اول حفله طلع راغب علامه المفروض الضيف بيغني ثلاث اغنيات او حاجه زي كده بيغني اغنيه ويترك الكواليس بس راغب علامه واضح انه كان في رساله محدده عايز يقولها ويوصلها للناس مع ان هي حتى كانت في بيروت على فكره هي بتعرض على سي بي سي بس بتتعمل في بيروت خلينا نشوف اللقطه اللي اتكلم فيها راغب علامه ونقول ليه فكر نقول الرساله دي على مسرح ستار اكاديمي